تعادل احسن من الخساره، يعني ما ينفعش نقول غير كده في هذه المباراه، لانه شوط اول سيء للغايه وشوط تاني اعتقد الامور ابتدت تتضح، والنادي الاهلي في الشوط التاني نزل بشخصيه البطل، حتى ولو في ربع ساعه او ثلث ساعه لما ضغطنا شويه كنا نقدر نجيب جون واثنين وثلاثه. مظبوط، يعني تعادل بجد، بقينا 7 نقاط في مباراة هتتلعب النهاردة بالليل، لو تعادلوا فيها هتبقى المجموعة كلها متساوية، لو حد فيها كسب التاني هتبقى أنت في المركز التاني وعندك مباراة على أرضك اللي جاية تقدر تديك التفوق وتتأثر على أي فرقة زي مثلا فرقة النجم الساحلي ب3 نقاط. إنما جميع العوامل اللي حصلت النهاردة في المباراة، الشوط الأول اللعيبة في حالة زي يمكن كابتن فتحي ما بيقول الطقس غير عادي، أكيد في رطوبة عالية جدا، اللاعب مش قادر ياخد نفس في الملعب، أرضية الملعب نفسها ثقيلة جدا في نقل الكورة، لدرجة إن الفرقتين ابتدوا يلعبوا الكورة عالية، كل الفريق كل لعيب عايز ينشن على لعيب تاني في منطقة خطرة ويلعب له كورة عالية عشان يحصل اشتراك وتنزل للاعب تاني يقدر يصوب واللي يقدر يستغل كورة زي دي، وده كان الهدف اللي دخل فينا الأولاني. يعني حتى علي معلوم ما رجعش من العرضية، مش متخيل إن هيجي فينا جول بهذا الشكل او بارتداد كوره يكون هو مش مغطي فيها، فالشكل الطبيعي حتى الكره الوحيده اللي رحنا بيها للمرمى كانت بتاعت اجاييه وعملناها ولعبها بشماله حارس المرمى صدها، بس تحس ان اللعيب مش قادر، واحنا كلاعيب الكوره فاهمين يعني ايه رطوبه ويعني ايه فوق سطح الارض وتحت سطح الارض، واللعيب بيبقى بيروح مشوار مش قادر يرجع تاني، لازم حتى مجدي قفشه لما لعب في المباراه زي ما تحس اللعيب بيروح في حته يا اسلام يركن عشان لعيب تاني مثلا يعوضه البوزيشن بتاعه والمكان التاني. لما نزل طبعا والتعديلات اللي حصلت وبقى في لعيب عنده نيرف زي كهربا عايز يأدي وعايز يبقى له وجود، عمل حاله فعاليه هجوميه كبيره جدا للنادي الاهلي، وفعلا احنا جبنا برده جون من الاشتراكات وكده، وتعامل معاها مروان بشكل جيد في هدوء، ان احنا كان ممكن نكسب في ال 15 دقيقه بتاعت الشوط الثاني دي كنا ممكن نكسب ونعدي المباراه، بس العوامل الطبيعيه اللي هي كانت موجوده في المباراه كلها اعتقد ان احنا اغرب مباراه لعبناها في حياتنا هذه المباراه، تحت ظل الشكل اللي احنا شايفينه ده اللعيبه مش قادره، اللعيبه زي ما بتقولوا سافروا من حته، وبعدين قبلها بليله يسافروا في طيارات فوكر دي اللي بتروح ساعه ونص ولا ساعه وربع ولا ساعه الا ربع وتنزل وتطلع وبعدين يروحوا عدم النوم وعدم كل ده بيبقى اللعيب مش حاسس، او ما بينزل الملعب بيحل عليه كل ده، فانا حاسس ان الحكايه ما كانتش طبيعيه النهارده بالنسبه للاعبين عشان كده كان في هذا الشكل يعني. طيب خلينا نروح نشوف ماذا قال ريني فايلر في هذا عن هذه المباراه من خلال المؤتمر الصحفي ما بعد نهايه